وإنك أنت العليم الخبير. يا ربي أنا الأبصار الخلوية والشمس يستطيع كل شيء بنوري والمياه وترتفع في كل مقام آيات أسمائك. Thank you. قلنا من الشغلات المهمة صغيرة إنه إحنا نعمل زفير وشهيق. شهيق زفير نفس رباني. ناكل بيض بيض رباني، نحاول قدر المستطاع نضبط الأمور. هذا ملح هملايا، فلفل أسود بقول لك مفيد. اللهم استعان، اللهم استغاث، اللهم استعان، اللهم استغاث. قلنا الدعاء بغير القدر، الدعاء بيحسن للناس، خصوصا لما ندعي للناس اللي راحوا الله يرقيهم أعلى جنة خلد الفردوس. هذا والدي محمد مهدي يكسل، صوته أنا حاطه منبه. كل ما عملنا في هالدنيا هاي رايح، كل شيء بيروح إلا الأعمال الصالحة. وربنا يحب المحسنين، يحب الصابرين. الدعاء نوع من أنواع الإحسان، ونوع من أنواع الصبر، ونوع من أنواع أنه نترقى الأرواح وبغير القدر. مهما عملنا مهما نجحنا، أهم تميز تميز أخلاقي. إيش هي تميز أخلاقي؟ يعني نحسن، نحاول نحسن للناس كلها، كل عوالم الوجود. قلنا أدنى مراتب الوجود الجماد، الوطن، الممتلكات العامة، الذهب، الأرض، الشمس، الألماس، هاي كلها جماد. بعدين بيجي عالم نبات، بل بيجي عالم حيوان. نحسن لجميع العوالم، من حبنا لله منحب كل الناس. اللهم استعان، اللهم استغاث. من حبنا لله منحب كل الناس، وقلنا الحب علاج كل الأمراض. لما احنا نحب أي حدا بنشوف، بس بنشوف الصفات الكويسة في كل إنسان. إذا احنا منحب أي حدا بنحب، يعني من حبنا إلنا إله، ما بنشوف شغلات مش كويسة. حتى لو عنده 100 شغلة مش كويسة ما بنشوفها، لأنه بنحبه. كيف الأم بتحب أولادها، وال بقول لك الغزال بعين أمه ملك جمال. فنفس الشيء من حبنا لله احنا بنحب كل الناس، لأن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتطهرين. فمن حبنا لله بنحب كل الناس، كل عوالم الوجود. وقدر المستطاع بنحاول نركب سفينة نوح اللي هي بتجي في كل زمن تتكرر. في أقوام زي قوم قريش، زي قوم فرعون، زي وفي أمة زي أمة محمد، زي أمة موسى. في أمم وفي أقوام. لكل أمة أجل، ولكل أجل كتاب، ولكل كتاب الرسول. اللهم استعان، اللهم استغاث. فسفينة نوح في كل التاريخ البشري
في كل رسالة، في كل أمة، في كل قوم، في نوح سفينة إله بتكون هي رمز، بتكون موجودة. من دخل الإسلام اللي هو الاستسلام لله، كل الأنبياء كلنا إحنا مسلمين. من دخل كل الأديان إسلام، من دخل في هاي السفينة هو يعتبر مسلم مستسلم الأمر لله. فإحنا أهم شيء نكون في هاي السفينة هاي، والباقي على ربنا، ربنا هو القبطان. نستكبر على بعض، نستغاب بعض، نعمل أغلاط، أهم شيء نحاول ما نستكبر على الله وما نصير زي إبليس، لأنه كمان إبليس في كل زمان موجود. بقول لك الإبليس هو النفس الأمارة بالسوء، هو أكبر شيطان، أكبر عدو هو النفس الأمارة بالسوء. فكل واحد يحاول يغير من نفسه. أنا أكثر واحد بدي أغير من نفسي، أكثر واحد أحاول أسمي نفسي داخل في هالسفينة هاي، أحاول ما أتكبر على الله، أحاول أحسن من عادات الغذائية الصحية الاجتماعية الأخلاقية اللي كلها مش كويسة، عم حاول أحسن من نفسي وما أطلع على غيري. ومن حبي لله من حب الجميع، ونتذكر دائما أنه الإمام علي تفضل، أعمل لدنيا كأنك تعيش، أبدا أعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الله يطول بأعماركم، بعد 200 سنة كلنا رايحين. الله يحفظكم جميعا.